اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان خاصة خلال الظروف الدقيقه التي يمر بها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس مجلس السياده السوداني وفي لقاء اخر مع رئيس التنفيذي لمؤسسه التمويل الدوليه ثمن الرئيس السيسي الشراكه المثمره والتعاون البناء بين الحكومه والمؤسسه استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السياده السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس استمع خلال اللقاء الى عرض لتطورات الاوضاع في السودان فيما يتعلق بمسار الازمه الراهنه حيث اوضح نائب رئيس مجلس السياده مجريات الجهود الراميه لتسويه الازمه وعلى النحو الذي يحافظ على وحده وتماسك الدوله فضلا عن سبل التعاون والتنسيق لايصال المساعدات الانسانيه وتقديم الاغاثه كما اشاد بالمسانده المصريه الصادقه والحسيسه للحفاظ على سلامه واستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به ومن بين ذلك استقبال ابناء السودان في وطنهم الثاني مصر معربا عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية بأسرها. وقد أكد السيد الرئيس خلال اللقاء أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. كما اكد السيد الرئيس ان وقف الاقتتال واطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عمليه الحوار السلمي بما يفضي الى تحقيق اراده الشعب السوداني في الامن والاستقرار والتنميه هي الاولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من اجل تنفيذها مؤكدا قيام مصر ببذل اقصى الجهد لتحقيق التهدئه وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر لسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفي ذلك الإطار سمن السيد رئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية، مؤكداً في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الاصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ ايجابي لكافة المستثمرين واسواق المال العالمية. من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين. معربا عن تطلع المؤسسه لتوقيع اتفاقيه دعم برنامج الطروحات المصري وتقديم المشوره حول تنفيذ وثيقه سياسه ملكيه الدوله وفقا لاولويات واحتياجات الحكومه ومنوها في هذا الاطار الى الجديه الواضحه للدوله في تعزيز انفتاح مناخ الاعمال وتشجيعها لمؤسسه التمويل الدوليه لزياده البرامج المشتركه مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود التنميه الشامله والمستدامه خاصه في هذه المرحله الدقيقه على المستوى العالمي التي تتشابك فيها العديد من الازمات المركبه والمعقده لتفرض ضغوطا كبيره على معظم دول العالم مؤكدا استمرار المؤسسه في دورها لدعم التنميه الشامله في مصر